اركب معنا عندك ليلة شوكة آخر الأخبار اليوم على السياسة زعمة زعمة هو اللي بوتفليقة صاحب تحاير ما أمشي الحكاية تاكسي بوليتير قرع شي كتالة شوف واش الدير كي تسمع الرسالة كاي اللي زعفو صحو في المحضور كاي اللي عقل وعطانا الحلول سلمية خوا خوا سلمية كاميرا كاشي على الأزمة الحالية سلمية خوا خوا سلمية كاميرا كاشي على الأزمة الحالية برا خذني سلام بيرمو درايس يطلع السلام عليكم سلام اسمح لي عطلتني شوية صح عاود الباب برق لا يحطوك لا يحطوك صبا يا أخي بيان الحمد لله خير لا تي هذاك ولا قهوة تي صحتك صحتك لا بس ياخيك مليح حظ المسرحيات خير الحالة أربعة جوائز هي أفضل مسرحيات جديدة أنا معك إذا مستمعينا الأفاضل وردنا الآن في هذا العاجل أهلا بكم إلى هذه إلى النشرة الخاصة التي سنوافيكم بها برسالة من الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة ويقول في رسالة إنه هو نظرا للانسداد الواقع حاليا في البلاد وبالنظر للخطورة التي يكتسيها الوضع فإنه قرر التضحية والعودة إلى الحكم الله أكبر وقال السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للشعب الجزائري أيها الشعب الجزائري أنا متأكد أنهم يدفعوك إلى تظاهر ضدي ولكني أعلم أنك تحبني ولذلك ها أنا قد عدت إليكم لأتم المسيرة التي بدأتها معكم منذ 99 و 1000 وأضاف السيد عبد العزيز بوتفليقة سألغي كل القرارات والإجراءات التي صدرت في مرحلة غيابي وسأعاقب كل من تسبب في هذه الفوضى التي تعرفها البلاد كما سأصدر قرارات هامة وخطيرة ابتداء من اليوم وهي في عزل كل من كان وراء استقالتي ومحاكمتي أمام العدالة وأوضح عبد العزيز بوتفليقة أنه سيعين شقيقه السيد السعيد بوتفليقة كان لهوي النائب الأول لرئيس الجمهورية نحو كافة الصلاحيات والسلطات كما سيعيد تعيين السيد أحمد يحيى كوزير أول نظرا للخدمات الجليلة ما يدير حكاية ولا شنو تخلط على بالك يا رب يا رب بدك يبدأونا في الحلقة الأولى ها؟ باب شفت باب الحارة؟ ديروا له الأجزاء ياك هذا جزء العاشر تاع الجزائر هكذا الحلقة الأولى سعيد أخو يا ربي يا ربي اش راهم يديروا تتخلط لو شنو دوكا صاحبي زكي السلام عليكم صباح خويا العزيز الله يحفظك كونفيرمي لي باك الخبر هذا مي يقولوا بوتفليقة ولا ورد خوه ويحيى الله يسترك الله اكبر ما على باليش يا خو هذا وين سمعنا خو والله شوف خويا سمع لا يسمى لقاع الشعب له يخرج يسمى بورينديتو مساكن بورينديتو والله الشتات تاع عليهم والبرد نساء والدراري صح لا لا يسمى راهم في كلون ولا واشنو يسمى راهم في كلون ولا واشنو مليحه بصح هكذا لا لا كي ولا بوتفليقه تاك من معاهم كيفاش انا معاهم هذا مع الحق انا يا العزيز والله اعلم ما رايي انا هدايا رايي هذا خلينا يا ماشي مليح بوتفليقة ولا وشنو نسقسيكم برك معليش تهلا فيكم صاحبي لا لا ونقول لك صراحة هو بوتفليقة شكون اللي فسد له السمعة ديالو شكون اللي مع هذا مكان شكون هادو قصدي اللي يكون مع هذا مكان هو خدم خدم وداك هو خدم وداك ودرتو عليه علاه بصح ما نكرش علاه درتو عليه يا صاحبي علاه درتو عليه خو
انا قول لي انا شوف ما معها فهمتني راني ها آه؟ ما تقلق ما ولو كلام حق هذا يا اخويا اخويا العزيز الله يسهل عليك تربح يا صاحبي. لا لا اسمح لي يا سمحوا لي. لا لا انتم الشعب انا فني اخويا العزيز الحمد لله ما نكرش الخير انا يا درت عليها بالصح يا صاحبي. لا لا جامي والله لا شوف جامي خرجوا دوك كي سمعت باللي ولا بوتفليقه راك تقول جامي خرجت اقسم بالله ما خرجت. خلصت يا صاحبي. لا 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 لا, لا. انا عيط للبابا شوف قدامك ايه؟ قدامك انا من غردايا انا خدام لهنا نعطيلو قدامك تحت هذا نعيطولو ولا وشنو؟ ايه البابا جامي يقبلني ندير حوايج هادو جامي خرج والو اقسم بالله يا صاحبي اسمح لي. لا 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 لا, لا اسمح لي اسمح لي صاحبي من امنك شكاع درك كي سمعتوا بلي ها ولا بوتفليقه ورد خوه وليتو تقولوا انا ما خرجت وكذا وكذا انا من فهمه اقسم بالله يا ربي اللي عارف انا اقسم بالله انا جامي قصدي ننكر خير ولا فهمتني بصح درتو عليه يا صاحبي درتو عليه درتو عليه ها ودوك السيد قال لي ولا انت قلت لي ايه ولا بوتفليقه وكذايا درك باذن الله الحبس ياكلكم صاحبي اسمح لي يا الحبس ياكلكم كاع يديك علاه ها خويا افهمني شوف نعم قلت لك ياك والله هاونيك بابا وتهضر له فهمتني لا 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 ما نهضر له ما والو ايه نهضر معاك انت انا والله غير راني في بيرمو اقسم بالله جامي خرجت خويا والله اقسم بالله كابوت كونجي والله جامي خويا العزيز بصح يا صاحبي بصح يا صاحبي لا 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 لا, لا. انتم الشعب خرجتوا كامل والله ما خرجت برك انا يا صاحبي علاش هكا دير لي هكذا علاه ما خرجت والله خرجت هاوليك اقسم بالله هاوليك واش ما انت ما تعيطلوش اقسم بالله بابا جامي يقبل يدير حوايج ثاني ويحيى اقسم بالله يحبو ويعزو اقسم بالله بصح بصح هذا وين درك اسمح لي صاحبي هاد على حسب كلامه هاد ايه اسمع انت تضرب هكذا ومن بعد تضرب هكذا والله والو ها ضرب جهه واحده والله والو ضرب جهه واحده اقسم بالله شو صاحبي انا ما تقوليش انا يا باذن الله دركا نصورك ونبيعك نبيعك لهم نقول لهم هذا يا معاه كان نقول لهم كان مع جماعة الحراك والمسيرات والله والو كيف والله والو هذا يا صاحبي والله والو شريكي ما كنتش معاهم كاع انت قسما عظما شريكي ها دقيقة برك برك لنا هوليك وين تفضل خويا شحال خويا العزيز ما خرجت معاهم كاع والو والو اقسم بالله هوليك بابا والله غير ما تهضرش معاه لا لا معليش شحال عرفت شوف دوك نرد لك الصرف شحال عندك شحال والله شحال طح خلاص شوف فرصة خالصة من عندي حق ما ولا بوتفليقة حق ما ولا بوتفليقة الفرصة خالصة من عندي كي ولا أي الحمد لله أقسم بالله أي الحمد لله أقسم بالله يا خلاص يا خمس عليها صاحبي ضربات خمسة وراك شاركت معنا في كاميرا مخفية صاحبي أسلنا رياح رياح هاي لي كاميرا مخفية صاحبي أي جات صح اخويا العزيز قال لي والله ما خرجت عيط لبابا صح اخويا العزيز ربي يحفظكم صح افطاركم صح رمضانكم تحياتي لكم كاع تحيات زاير ربي يحفظ الشباب ان شاء الله كامل وربي يحفظ الطاقم تاع الشروق ان شاء الله للامام ان شاء الله تحياتي خويا خاتي كومبلي ربي يحفظكم كيما راكم صح خرجت انت صح خرجت دوكا اهدر نورمال اقسم بالله ما خرجت هاي الاولى ما خرجت اركب معنا عندك لا تتشوكا اخر الاخبار اليوم على السياسه زعما زعما راهو ولا بوتفليقة صاحب تحاير ما امنش الحكايه تاكسي بوليتي قرع شي كدالة شوف واش دارك